الحال والآل ثم ناصحا ثم ناصحا Oh,
Yeah.
Get up, 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 get up
فرح بهذه الوجوه الطيبة.
باسم آل الجورج الكرام، صهر الحبيب أبو عمار عبد الغني الجورج والعريس وآل السويف، يرحب بكم جميعا فردا فردا وكلكم على العين والرأس، وخصوصا تاج الرأس الذين هم علماؤنا الأجلاء الأفاضل الأكارم الذين شرفونا وأكرمونا، وجزاكم الله تعالى خيرا وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا، وجزاكم الله تعالى خيرا على هذه المشاركة الطيبة، ونسأل الله تعالى أن يديم الأفراح في بيوت المسلمين كلهم إنه هو السميع العليم. قالوا خير المتاع يحوزه النحرير الزوجة الصالحة الشكور، خير المتاع يحوزه النحرير الزوجة الصالحة الشكور. ترى إذا ما نشكور شوال سيدنا إبراهيم قال غير عتبة بابك. خير المتاع يحوزه النحرير الزوجة الصالحة الشكور، نعم الرفيق تقية صالحة إن غاب عنها عرضه مستور، في قلبها نور يضيء حياته، في عقله نبع الوداد نمير تحيا له ولها يعيش، ومنهما تمتد في هذه الحياة جذور أولادها أكباده، وبناته زهراتها كل الصغار زهور. حث النبي على الزواج مرغبا، وفعاله عن قوله تعبير، جعل المهور يسيرة يا أبو خالد، جعل المهور ليش وصلت له المتدرب، جعل المهور يسيرة رمزية، ما حال دون زواجهن مهور، ما ضره فقر ويكفي دينه وبذا رسول العالمين يشير. هذه مقدمة بين يدي أخي الحبيب وشيخي الغالي وأستاذي فضيلة الشيخ معن طعمي حفظه الله تعالى، يتحفنا ببعض ما يفتح الله تعالى عليه، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله لكم في هذا العرس المبارك، وبارك للزوجين، وأسأل الله أن يجمع بينهما بخير. ولعلنا يعني نستذكر في هذه المناسبات أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تحض الشباب على الزواج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هلا هذا قال له سمعني يا حبيبي. طيب سيدي، صليت على رسول الله، أغض للبصر فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج. في الواقع أن الاستطاعة يا إخوة في زماننا الآن أصبحت يعني ضيقة قليلا. فالسعيد في الآخرة عند الله عز وجل من اتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تيسير الزواج على الشباب وعلى بناته ولأولاده، يعني لنفسه لأولاده ولأولاد غيره. ماذا كان يا إخوة مهر فاطمة عليه الصلاة والسلام؟ من يجيبني ماذا كان مهر فاطمة؟ شكرا مع السيدة فاطمة. درع قتال. ما تفعل المرأة بالدرع؟ ما تفعله؟ هكذا يا إخوة، الزواج إذا جاءك، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه سارع فزوجوه، إلا تفعل تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. والله عز وجل قال لنا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أن خلق لنا من أنفسنا، قال أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أختم بكلمة قالها لي الشيخ رحمه الله عبد الفتاح صافي، قال يا بني، مرة يخاطبني وأنا شاب لم أتزوج بعد، قال يا بني سكن مودة رحمة، لا
ليست موجودة إلا في الجنة، والله أوجدها في الزوجة الصالحة. فأسأل الله عز وجل أن يرزق أولادنا وذرياتنا الزوجات الصالحات، وأن يجعل هذا الزواج مباركاً صالحاً، وأن يجعل فيه الذرية الطيبة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله يا سلام. الله 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 عزي أنت عزي يا رسول الله، جاهي أنت جاهي يا أبا الزهراء، عزي أنت عزي يا رسول الله، جاهي أنت جاهي يا أبا الزهراء، عزي أنت عزي يا رسول الله، جاني أنت جاني يا أبا الزهراء، عزي أنت عزي يا رسول الله، جاني أنت جاني يا أبا الزهراء. إنا مدحناه الله ربي لنراه، مدحناه ربي لنراه، فإن احنا هداه الله وأدخلنا حماه. عزي أنت عزي يا رسول الله، جاني أنت جاني يا أبا الزهراء، عزي أنت عزي يا رسول الله، جاني أنت جاني ناصر الإسلام الله، والإقبال الله، أسر الأرحام الله، خير خلق الله. عزي أنت عزي يا رسول الله، جاني أنت جاني يا أبا الزهراء، عزي أنت عزي يا رسول الله، يا أبا الزهراء. يا زمان النبي، يا حلال النبي، يا جمال النبي، يا حلال النبي، والله العظيم يا نسل Oh.
صلي على النبي يا خال، صلي على النبي يا خال، صلي على النبي يا زين، صلي على النبي يا زين، هو اللي نبي على النبي.
لا لا لا
من
عنا راي من عنا راي اخوال عريسك اخوال عريسك اخوال عريسك من كبير لا صغير لا مؤمن بسرير ايوه والله واحلى راي من عنا راي واحلى تحيه عطره مكويه ماشي سرعه 500 عسرات السعوديه وعسرات السلميه والله بحيي فيها بحيي فيها ابو علاء الغالي ابو علاء الغالي وينو ابو علاء هرم ابو علاء الغالي والله على راسي والله على راسي والله خلينا ياكم والله واحلى راي من عنا راي من عنا راي لزعيمنا الغالي يعني الشيخ انس يعني الشيخ انس وينو الشيخ والله احنا راي من عنا راي من عنا راي وصحيح الغالي يعني شيخ انس يعني شيخ انس والله على راسي والله على راسي الله خلينا ياكم نسمع سلام مربع للشيخ انس من عنا من عنا راي لرفات عريسنا لرفات عريسنا والضيوف كله كل حي بحيه كل حي بحيه كل طفل وبيه كل طفل وبيه والله احنا راي من عنا راي الاردن ورجاله الاردن ورجاله فلسطين ورجاله فلسطين ورجاله غزه ورجاله غزه ورجاله حمص ورجاله حمص ورجاله والله سوريا ورجالها والله احنا راي من عنا راي محمد الغالي محمد الغالي واحمد السوير جنب ما عيدوا والده بغيابه والده بغيابه والله على راسي والله على راسي سرطان والله المشايخ الكرام والله على راسي والله على راسي مشايخنا كلهم مشايخنا كلهم والله قدوتنا والله على راسي والله على راسي والشيخ محمد الزعبي ابو ناصر ابو ناصر وابو ماهر الغالي ابو ماهر الغالي ابو حسين الغالي فرمان مين كمان ابو ناصي ايوه الشيخ ابو مصطفى والشيوخ كله الكبير الله صغيره رمت صغيره رمت صغيره والشيخ معن والله على راسي والله على راسي شيخنا انس كمان مره شلونك نجوزك مره ثانيه شيخ نجوزك مره ثانيه والله الدكتور سامي والله من عنا والله من عنا وعائلة ناصر الدين الكبير والله صغيره رمض صغيره والله احلى راي لفرقة الانشاد لفرقة الانشاد لفرقة الانشاد والله على راسي والله على راسي العريس الغالي وخاله ابو احمد خاله ابو عمر وابو عمر الغالي واخواله كله وعمومه كله ورايبينه كلهم كبير والله صغيره رمض صغيره والله ابو خالته والله صرعني ابو ناس الخالي ابو ناس الخالي بيت مين تعال احكيها بالحمصي وبيت السخن كمان اسمع سلام مربع من عنا والله ياهل العاديه ياهل العاديه الله يبعد عنا وعن كل الحموات القويه قول امين يا عريس امين لا تخاف لا تخاف قول امين امين الله يبعد عنا وعن كل الحموات القوية والنشالين والحرمية والقبلة الزرية والكاميرا الخفية والكاميرا الخفية وعريسنا بهالليلة هنية وشيخنا بهالليلة هنية نحن عملنا منصب بالسمنة العربية شعلناك مساوية مفرد عزك يا شام الدمشقية 40 عاما 50 عاما 60 عاما 70 عاما بيزدادوا شبابا عايزين على مين بيتك عايزينك تغمض عينيك بتقول ويه اللي احنا بالتركي شوف وزار بالمصري حلوين كده بالتونسي والجزائري برشا برشا يعني كتير حلوين بالخليجي وايد وايد كمان حلوين بالحمص شو علي افض الساحة والميدان قام يعبى السيفة او يا محلى لعب الشباب او يا محلى لعب الشباب
I'm
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ربنا تقبل منا وسمعنا الفاتحه. حالتك شباب، طلبوا مني على ذكرك لسيادة مدعين الناصر، بس ننسى أول شيء أخونا أستاذ هيثم القش، وبعد إن شاء الله مع الناصر. نعم يا سيدي نعم. لا يا مسيطة صعب من جفر I'm
وقتها.